كابتن جوري بالمناسبة يعني حاجة الله يرحمه مش هيتعوض، إن كان عنده ضمير وعنده طموح وموهوب جدا وحاجة فوق الوصف. فالكابتن جوري لما جه مات بره مصر. الكابتن جوري على فكرة الناس كتير بس الناس القريبة تعرف، أنا آخر واحد كلمت الكابتن جوري قبل ما يموت بساعات، كنت بطلب منه إن يجي لوحدي كده يعني، طلعت في دماغي كان في انتخابات، قلت له لا لازم يا كابتن تيجي تدير الكرة في مصر، ده حقك بدل العك اللي موجود وبدل المنافع والحاجات الشخصية اللي احنا عايشين فيها، لأن ده خطط صح للكرة المصرية. ولاده اتنين من ولاده اللي هم يعني ناس من اللي كانوا موجودين في 90 كان يعني قلبه مكسور ومتأثر بإن دول أزول لما جه يمسك مستشار في اتحاد الكرة لما جه رجع من الأردن وطلب إن يبقى في مسابقة 23 سنة، وللأسف حصل نوع من أنواع الاستهزاء، يبقى في بيتك بفكره، فدي كسرته. فبقول له قال لي لا أنا كده بعيد عن الجو ده خالص وأعيش بره أنا مرتاح كده. قلت له يا كابتن لا تيجي لنجيلك، فإحنا مصيرنا زي كابتن جوه إننا مش هناخدين حقنا في مصر.